أهلا بكم من جديد. مبادرة إنسانية هدفها تخلص المكفوفين من كلفة الكتب العالية قامت بها السيدة أمجاد الخالد صاحبة مبادرة أيادي مضيئة. تنضم معنا السيدة أمجاد الخالد. أهلا بك أستاذة أمجاد. أهلا وسهلا. بس بصحح، أمجاد خالد. أمجاد خالد. طيب أمجاد، ما هي المبادرة ومتى بدأت؟ مبادرة أيادي مضيئة بدأت في يوم 27 يوليو، وهي مبادرة تطوعية من شأنها القيام بتحويل الكتب إلى صيغة تناسب المكفوفين. بدأت المبادرة بمبادرة شخصية مني، بدأت لما شفت كفيفة كانت تطلب الدكتور عبد الله الغذامي عبر تويتر بأنه يوفر كتب لها إلى صيغة تناسبهم اللي يقرؤونها أو صيغة الوورد. فعرضت عليها المساعدة، وكان عندي خلفية عن طريقة تحويل الكتب من أيام الجامعة. كنت أروح فترة البريكات والأوقات الفراغ قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأقوم بتحويل اللي أقدر عليه يعني من الكتب. فعرضت عليها المساعدة وتم تحويل أول كتاب الحمد لله. بعدها طلبتني كتاب ثاني، فكان معايا متطوعات وكنا يعني في جروب صغير يعني في تويتر، فحولنا كتابين. وبعدها لاحظت انه ما شاء الله اعداد متطوعين كثيره تجيني على حساب الشخص في تويتر، وفي نفس الوقت المكفوفين صاروا يطلبون كتب اكثر. ففكرت واستشرت امي وابوي بصراحه انه ليه ما نسويها مبادره مستقله. فرحبوا بالفكره كثير، ومن جد بديت بالمتطوعات العدد القليل اللي كان معايا في البدايه، وعرضت عليهم الفكره وتعاوننا وانشانا المبادره. طبعا انطلقت المبادرة في 27 يوليو مثل ما ذكرت، سميناها أيادي مضيئة. طيب أمجاد، معلش استفسار بسيط. أمجاد رسالة شكر. أي أنت أمجاد، كيف أنت اللي بتحولي الكتب العادية إلى صيغة المكفوفين بريل؟ لا بصحح المعلومة هذه، احنا ما نحول طريقة بريل، احنا نحولها وورد. فهذه المعلومة كثير مو عارفينها، احنا نحول الكتب، نرجع نكتب الكتاب من اول جديد سواء كان في صيغة PDF او في صيغة ورقية، نرجع نحولها الى وورد، نرجع نكتب الكتاب من اول وجديد، لانه القارئ يدعم فقط الكتب الموجودة في الوورد. والاساس ان طريقة برايل عشان تنطبع لازم تكون مكتوبة في الوورد اساسا. يعني تكتب كتاب من اول وجديد لاحد ما تعرفيه، والشخص يعني يكون بس 140 متطوعة. ما شاء الله، جميل. يعني حلوة هذه المبادرة الإنسانية واللفتة الإنسانية لجهة تعتبر مهمشة نوعا ما للأسف. كنت أبغى أسألك، يعني أنت لما بدأتي هذه المبادرة كانت مجهود شخصي، كنت أبغى أسألك إيش رسالتكم؟ رسالتنا أنه نبث حب القراءة في الكفيف، وبناء مجتمع يدعم المكفوفين ويركز على احتياجاتهم. يعني احنا دائما نتواصل مع المكفوفين في المبادرة، بما انها تخدم الكفيف لازم يكون بيننا وبينهم تواصل. اساسا في نفس المبادرة معنا متطوعين مكفوفين، نعم، لحتى نسألهم كيف الكتاب اذا تحول او في اغلاط وكذا قبل ان ننشره. يعني فودي يعني يركزون على اشياء تهم الكفيف مثل المرافق العامه، الكتب. يعني المحاضرات خبرونا انها تكلفهم كثير، الورقه الواحده لحتى تتحول لهم في المكاتب تكلفهم 5 ريالات الورقه الواحده، فهذا مكلف جدا بالنسبه لهم. اذا ايش هي انواع الكتب اللي بتحاولين تحوليها؟ الحمد لله قاعدين نحول الحين، نحول الكتب المنهجية والكتب اللامنهجية، يعني المحاضرات والكتب الدراسية، ونحول اللامنهجية على حسب طلبهم. على حسب الطلب. يمكن نواجه صعوبة في أخذ الإذن في الكتب اللامنهجية، أي على حسب طلبهم. جميل. طيب كيف يعني المكفوفين، كيف لقيتي إقبال المكفوفين على هذه المبادرة أمجاد؟ الحمد لله، يعني يوميا يوصلنا رسائل شكر وامتنان منهم، بالذات انه احيانا ننحط تحت ضغط انه احد يرسل لنا محاضرته ويقول اختبار الاسبوع الجاي او بعد اسبوعين، فننضغط مره لحد ما نحول المحاضره لحتى نسلمها في الوقت المناسب، ولحتى يقدر الكفيف يعني يذاكر ويختبر. فبصراحه يروح كل التعب لما نشوف رسائلهم لما يبشرون انه الحمد لله وصلت في الوقت المناسب. طبعا قلت لك انه نواجه شوي صعوبه في الكتب اللامنهجيه في اخذ الاذن،
فهذا ممكن يسبب زعل المكفوفين انه ليه ما حولتوا الكتاب، فودي يتفهمون هالموضوع انه لازم ناخذ الاذن من الكاتب لحتى ما نتعرض للمساله المسائل القانونيه. طبعا. طيب انت ذكرتي انه 140 متطوع الان يعني في هذه المبادره مشترك، صحيح؟ اي صحيح. طب كيف تختاروهم وتقوموا بتدريبهم؟ كيف يتم اختيار هؤلاء المتطوعين؟ ما في امتيازات محددة لحتى نختار فيها المتطوعين، التطوع حق للجميع، شرط أنه يلتزم، يتم استقطابهم بحسب الاحتياج في المبادرة، بعد ما نستقطبهم نبدأ ندربهم قبل أن ينضمون لجروبات العمل، نبدأ ندربهم على الوورد ونشرح لهم الأساسيات المهمة في الوورد سواء شروحات نصية أو شروحات فيديو. طيب خليني أسألك، يعني دحين أنتم لكم تقريبا قد إيش المدة اللي بادئين فيها؟ وايش الهدف اللي حابين توصلوا له في الاخر؟ الان لنا تقريبا 3 شهور و26 يوم او 27 يوم. بصراحه من اهدافنا اول هدف لنا التكامل التنموي. والشيء الثاني انه نبغى نسوي موقع الكتروني يضم مكتبه الكترونيه تضم جميع الكتب من شتى المجالات وتكون للكفيف، يعني يقدر يقرا منها الكفيف. طبعا مبادرتنا ما تختص بمنطقه معينه، يعني لا تختص بالمنطقه الغربيه ولا غيرها، هي تختص بكل من يتكلم باللغه العربيه. وهدفنا ان شاء الله نغطي احتياجات جميع المكفوفين في المملكه باذن الله. عدد المكفوفين في المملكه 159,000 وضعيفين البصر اكثر من 400,000 ضعيف بصر، فان شاء الله اعداد المستفيدين منا الان تجاوز ال 100 الحمد لله. يعني ما هي معلومات دقيقه، ما هي احصائيات دقيقه، لكن في الكتب اللامنهجيه اعداد تحميل الكتاب يتجاوز ال 173 بالنسبه. للمنهجيه فعلى حسب طلب الكفيف يعني. طيب امجاد خليكي معانا، حنتكلم بتفاصيل اكثر. مشاهدينا فاصل وراجعين. ورجعنا مشاهدينا مكملين معاكم فقرة أيادي مضيئة. أمجاد أهلا وسهلا. أمجاد وضحي لي أكثر كيف تتم عملية تحويل الكتب، يعني أنت قلتي بتنكتب على الوورد، يعني بس إذا بتشرحي لنا هل هي تكتب مثلا بطريقة برايل على الوورد ويتم طباعتها بعدين يستخدمها المكفوفين ولا يعني أعطيني أكثر تفاصيل. لا طبعا هو ينكتب نص عادي تماما مثل النص اللي مكتوب بصيغة PDF أو حتى مكتوب في صيغة ورقية، ينقل كما هو في الوورد فقط. طب وبعدين؟ لكن المشكلة أنه القارئ، عشان القارئ الصوتي ما يقرأ لهم لا في صيغة PDF ولا وكيد ورقة، ما راح تكون مسموعة قصدك يعني. ففقط الوورد هو اللي يقدرون يقرؤون منه. هي تكون مسموعة، راح تكون مسموعة، ولو حبوا يطبعونها بطريقة برايل راح تكون التكلفة أقل لأنه خلاص يعني هي محولة وورد جاهزة، يعني بس طباعة وتنطبع على طول. جميل جميل. طب فين ممكن يلاقي المكفوفين الكتب دي أمجاد؟ احنا نحطها على حسابنا في تويتر، وان شاء الله نطمح ان نسوي مكتبه الكترونيه باذن الله، بس ناقص المبادره الدعم، بس ان شاء الله احنا ننزلها كلها في تويتر سواء كانت منهجيه او غير منهجيه. اللا منهجيه نرسلها للمكفوفين، اقصد المنهجيه عفوا، نرسلها للمكفوفين ايميل وننزلها تويتر كمان. اللا منهجيه لا ننشرها في تويتر على طول. ما انا هذا سؤالي لك يا امجاد، هل فكرتوا تتعاونوا مع مؤسسات او مع جهات ممكن تساعدكم من ناحيه التمويل وتكبروا المشروع حقكم او لا؟ بصراحه للحين ما حاولنا، يعني ان شاء الله نتمنى نلاقي، يعني في شراكات مجتمعيه قريب، في بينه وبين جامعه الطائف قسم ذوي الاحتياجات الخاصه تعاون، لكن انه جهه مموله للان ما في بصراحه. نعم. طب أمجاد برأيك ليش إلى الآن ما سلط الضوء على هذه الفئة من الناس ولقيتوا الدعم في وقت سريع بحيث أنكم أنتوا تقدروا تنشروا الكتب بشكل أكبر وأوسع؟ نتمنى أن نلاقي يعني عبر البرنامج هذا اليوم إن شاء الله نلاقي دعم. بصراحة الناس فيهم خير،
فممكن نلاقي دعم إن شاء الله. هو يعيق العمل التطوعي فعلا قلة الدعم، يعني زي الحين مرة ناقصنا الموقع الإلكتروني لحتى تتوفر الكتب وتكون سهل الوصول الكثيف، يعني يوصلها بسهولة، يعني لأنه في تويتر شوي صعب الوصول للكتب، لكن نحاول نحاطينها في سلسلة تغريدات لحتى يوصلها بسهولة. يعني طب أمجاد، إيش الصعوبات والعقبات اللي تواجهكم أيضا غير أنه أنتم تكونوا تستأذنوا صاحب الكتاب الكاتب؟ شوفي، هو 140 متطوع ومتطوعة ومن كافة مدن المملكة، ممكن الإدارة شوية صعبة لأنه أنت ما تقدرين تجتمعين فيهم أو تقابلينهم، هي عبارة عن جروبات في الواتس. لكن أنا من هنا بصراحة حابة أشكر كل المتطوعين، المبادرة جالسة تكبر بفضل الله ثم فضلهم. التعاون بيننا وروح التعاون وحب العطاء داخلهم هو اللي يخلي المبادرة تكبر. فممكن هو صعوبة الإدارة شوي صعبة من ناحية إدارة الجروبات، التعامل أحيانا في متطوعين يحب يقول انه بيتطوع يمسك جزئية محددة وقبل موعد التسليم يعتذر انه ما سوى شيء، فهذا يحطنا تحت ضغط كبير انه مضطرين نحولها، يعني يمسكها احد عنه ويخلصها في نفس اليوم. طب ايش الاشياء الجديدة في نفس اليوم يضغط نفسه سواء كان الاشياء اللي ناقصتكم يا امجاد انتم كجروب من المتطوعين 140 شخص او اكثر، ايش الاشياء اللي ناقصتكم عشان تحسوا بالكمال اكثر في هذه المبادرة؟ أول شيء الدعم المالي زي ما قلت لك، نحتاج نسوي موقع إلكتروني، غير كذا إن شاء الله أنه مو ناقصنا شيء، يعني الحمد لله. نحتاج أنه يكون مقر، بس هذا إن شاء الله في خطوات قادمة لحتى يكون مقر أساسي. ممكن نطمح إن شاء الله أنه يكون مكان محدد فيه طابعات ونطبع الكتب اللي نحولها لطريقة بريل. جميل. أمجاد، يعني طبعا احنا كمان بدورنا نحب انه نشكركم ونشكر هذه المبادره، ولك انت تحديدا ان كانت مجهود شخصي الى ما صار عدد المتطوعين 140 شخص، وهذا عدد لا يستهان به بصراحه. لكن انا اتمنى يكون من المتطوعين زي ما كان لهم الحب انهم هم يبادروا في هذا النوع من العمل التطوعي انهم يلتزموا بالوقت، لانه ما حينفع انهم يضغطوكم في اخر لحظه. أمجاد خالد، شكرا على هذه المداخله. صحيح، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. مشاهدينا نطلع فاصل نرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي.